فقرتنا هذه راح تهم كل مربيين الأجيال وكل الأمهات وكل الأشخاص اللي يهتمون في ثقافة الطفل وتعليم الطفل. راح نتكلم عن مشروع يهتم بثقافة الأطفال وتغذية عقولهم، طبعا بكتب وألعاب تفاعلية تم تصميمها لتوسع مدارك الأطفال وتحفز حواسهم. خلونا نتعرف على هذا المشروع معكم مشاهدينا ومع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة إيمان الخنينية. هلا وسهلا فيك وحياك الله استاذة ايمان. اهلا وسهلا ومرحبا. شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا، ويعني ما شاء الله عندك كميه كبيره من الكتب والالعاب واللي توسع مدارك الاطفال، لكن في البدايه خلينا نتكلم عن فكره مشروعك، عن القائمين والمتخصصين في هذا المجال او المجالات اللي طلعتوا فيها بهذه المنتجات. فكرة المشروع أن نجمع أفضل الكتب العربية في مكان واحد، نعم، ونقسمها حسب العمر ونشرح كل كتاب أو منتج حتى نسهل على الأهالي اختيار كتب لأطفالهم. جميل. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن نجهز مكتبات سواء للروضات للمنازل، ممكن تحدد ميزانيتها وعمر الأطفال ونجهز مكتبة كاملة للأطفال. الله. طبعا كتب إبداعية مبهرة مميزة كلها عربية. الشيء الثالث نجعل الكتاب كهدية، نجهز الكتب كهدية تكون في صندوق ومعها كرت إهداء تقدم كهدية، يعني إحنا عندنا هدايا مواليد، هدايا نجاح، فبندخل هذه ثقافة الهدايا ندخل الكتاب حتى يكون في كل المناسبات رفيق لنا. يعني أنا اللي كنا قاعدين نسولف عنها تحت الهواء هي ما هي كتب عادية، هي كتب حديثة مبتكرة. في يعني أنا بعد شوي راح أحكي لكم قصة هذا الكتاب بس مش الحين، شوي راح احكي عنه. صحيح. طيب ابغى اسالك استاذه ايمان، يعني الدمج ما بين التعليم وايضا الترفيه بوسائل معرفيه تنمي القدرات، ايش اهم الاشياء اللي ركزتوا عليها لما عملتوا هذا النوع من الكتب؟ نركز على التعليم بالترفيه. ما يكون التعليم مجرد تلقين والطفل كذا ما يستمتع وهو يتعلم. صح. احنا كلها عن طريق المتعه، مثلا يتعلم الحروف والارقام عن طريق العاب، عندنا كثير العاب تعلم الحروف وهو مستمتع، ومثلا يتعلم مثلا جسم الانسان، عندنا مثلا خلينا ناخذ اي كتاب مثلا في هنا مثلا يتعلم الاضداد بطريقة ممتعة، كبير وصغير يتعلم بطريقة يعني تفاعلية، حزين هنا تعلم المشاعر، حزين سعيد، تعلم المشاعر بطريقة ممتعة يحبها الطفل ويستهويها، وهو لما يلعب يعني لما يقرأ بمتعة ولعب، مو مجرد قراءة وخلاص. شيء ثاني أنه القراءة الحرة اللي هي يعني أنه الطفل يختار موضوعات هو يحبها. صح. فيقرأ يتعلم مهارات مثل الإملاء، مثل التعبير، مثل حتى يكون مستقل بأفكاره، قادر على عنده حصيلة لغوية كبيرة فيقدر يناقش، تلاقينا يقدر يحاور، عنده حصيلة لغوية كبيرة، عنده مقدرة على التعبير. فالقراءة الحرة تساعد على هذا الشيء اللي هو أنه مو يقرأ مناهج مدرسية، لا يقرأ كتب يحبها في موضوعات يحبها، مثلا يحب الحيوانات يقرأ كتب حيوانات. وطبعا عندنا نماذج جميلة في الكتب كلها تتفتح ونوافذ، يعني مو مجرد كتب سرد يعني يمل منها. طب كذا يتعلم عن طريق اللعب والترفيه. حبيت أنه يعني زي ما تفضلتي في البداية أنه ترفيه وتعليم. صح. غير كذا يعني أنا للأمانة قاعدة أشوف الأطفال في كثير من البيوت أو إذا مو بكل البيوت يعني كل عقلهم ذا الآيباد، ويعني أخذ وقتهم، ويمكن أحيانا يستفيدون أحيانا ما يستفيدون، ممكن تكون يعني والرقابة وإلى آخره. فشكرا لكم، شكرا على هذه الأفكار الجميلة. لكن كيف الأم أو المربي يقنع هذا الطفل؟ يعني إيش الطريقة اللي ممكن أنا أجيب طفل أقول له هذا كتاب يمكن يرميه ويبغى الآيباد أو يبغى التابلت؟ لما أعطيه كتاب مناسب لعمره في موضوع يهمه بيحبه. شيء ثاني، نبدأ منذ الميلاد، منذ الولادة نبدأ في الكتب، فالطفل المعتاد عليها
بيحبها ويستمر، وهذا تجارب حقيقية، سواء تجارب شخصية أو تجارب تمر علينا كثير. ما شاء الله أطفال يعني القراءة عندهم درجة أولى، لكن اختاري كتاب مناسب. كل الأطفال يحبون أخلي القصص. هو يختار كل الأطفال، لا اختاري بالبداية أنت في العمر الصغير، اختاري كتاب مناسب لعمره. كتاب مثلا كتب الرضع، كتاب قماشي، كلمة بابا ماما، هذه ايش بياخذ منها طفل صغير؟ فهذه يبدا يتعلق بالكتب، وبعدين كل مرحله لها كتب معينه. لها مرحله. انا خطر على بالي سؤال، يعني الحين بنشوف انه في تنوع، وزي ما ذكرتي هي كل عمر لي كتب معينه، خامه معينه، الوان معينه، يعني اللي بيقوموا على عمل هذا الكتب وهذه بصراحة إبداع بصراحة، هل هم مثلا الناس مختصين بعلم النفس، فبالتالي يفهموا سيكولوجية الطفل؟ صح. من هو رضيع إلى ما مثلا يكون عنده سن الفضول وغيرها. نعم ناس متخصصة في ذلك، يختاروا حسب قدرات واحتياجات هذا الطفل في هذه المرحلة، سواء ألوان، رسومات، النص، هل هو طويل قصير، حسب عمر وقدرات هذا الطفل. نعم. طيب بالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات، أو الأطفال اللي عندهم صعوبة تعلم، أو الأطفال اللي عندهم توحد، أو الأطفال ذوي متلازمة داون، يعني هل خصصتم لهم جزء معين من الكتب أو طريقة ممكن يتعلمون فيها هذه الأشياء؟ نعم، وإحنا جهة معتمدة لكثير مراكز متخصصة في هذا. حتى برا بالاستديو قبل شوي قالت لي واحدة من ما أعرف هي ممكن مذيعة، قالت إنه شافت كتاب هذا الكتاب وقالت هذا لازم أخذه، أنا عندي احتياجات خاصة، طفل احتياجات خاصة، ما ألقى هالنوعية من الكتب. شوفوا النوافذ كلمة وفقط. أي. هنا ملمس، هنا قطن، صوف، فرو، هنا اللبس، شوفوا خامة يعني مختلفة. فقالت إنه هذا مهم وما نلقى، غالباً المحتوى العربي مو كثير، فإحنا مركزين على المحتوى العربي لأنه مو منتشر مثل المحتوى الأجنبي، فإحنا مركز عليه حتى ننشر المحتوى العربي المميز والتفاعلي. واحدة من الإبداعات اللي عملتوها هذا الكتاب صراحة أنا لفتني، عشان كده من أول مسكة بصراحة في إيدي أستاذة إيمان. أيوه. هو مكتوب عليه تلمس وشم وتعرف. صح. في السوق افرك لكي تشم. صح. هنا مها والله ما أحكي لك، أنا جربتها قبل شوي، مثلا اللون الأبيض تمام، والله ما شمت ثوم يا جماعة. لا لازم تشمي. شميتها تفرك وتشم الريحة. هنا حطين ثوم، طيب ففركتها وشميت ثوم فعليا، يعني كيف بتوصلوا المعلومه؟ والله بقول لك اني خارجه من المطبخ سويت فيه استاذ ايمان. ايش الهدف؟ طيب ايش الهدف احكي لي. الهدف انه يربط الطفل بين الرائحه واللون والشكل. والاسم والشكل. اربع اشياء في كتاب واحد يربط. طيب. الان فراوله لونها احمر، بس انا ابغى اعدل ريحه صباعي الحين. بختار شيء ثاني يحفز هذا، يحفز حتى حاسه الشم، يحفز حاسه البصر. اي شوف البنفسجي. البنفسجي حلو ريحته. نشوف البنفسجي شمي. هذا نفس الشيء. وكمان بتحطوا صور ثانيه، صور ثانيه اللي لها علاقه باللون البنفسجي. اكبر عدد من المفردات. عدلت ريحة الصباح، ريحة الزهور. عطر صحيح. يعني حقيقي كثير حلوة الفكرة، انك كيف بتعملوا ربط ما بين هذه الاشياء. وهنا ربط بالصوت بعد، مثلا الفيل هنا. طيب صوت الفيل، انا الان ايش يربط؟ شكل الفيل بس. يربط بين شكل الفيل. أيوه. صوته واسمه وممكن لونه. فالكتاب ما يستخدم لمرة واحدة أو إني أحفز حاسة واحدة، الآن حفز حاسة إيش؟ السمع واللون اللي هي البصر. أيوه. وبرضه عدد كبير من الكلمات، يعني شوفي كم هنا مثلا أسأل عن اللون، أسأل عن الشكل، أسأل كم عدد الحيوانات الموجودة. فنستغل الكتاب بأكثر من طريقة. صحيح. وتحفيز لأكثر من حاسة، هنا حاسة شم، هنا حاسة صوت، هنا حاسة لمس اللي هو فرو وصوف يلمس الحيوان نفسه. شكل اللي يعني ملمس الحيوان نفسه. جميل جميل جدا، يعني أنا صراحة معجبة بهذا المحتوى اللي تقدمونه، وهذا فعلا
اللي نحتاجه. وكنت بسألك عن اللغة العربية، يعني أنت من بداية كلامك ورجعتي عدتيها أنه ركزنا على اللغة العربية. صحيح. وفعلا صحيح. يمكن كثير أمهات يسافرون، إذا جو يسافروا يدخلون مكتبات يجمعون كتب الأطفال، لأن يمكن ما عندنا هذا الموضوع، أو ممكن أطفال كثير يدخلون مدارس انترناشنال ويجي عمره 6-7 ما يحكي ولا كلمة عربية كثير، ويجونا في الفروع ولا يقرأ عربي. أيوة يجونا. فقد إيش هذا الشيء مهم أستاذة إيمان، قد إيش هذا الشيء حتى لو تبغين طفلك يدرس في انترناشنال ما يخالف، لكن لازم يكون عنده لغة العربية جيدة عشان يعرف لغة الأم كيف لازم حتى لغة يتواصل الأم. مع الآخرين. صح. وعشان كذا ركزنا حتى المحتوى العربي كان سابقا يعني سرد وورق تقليدي. تقليدي جدا، فالأطفال أكيد ما راح ينجذبون فيتجهون للغة الأجنبية. فإحنا ركزنا تماما على المحتوى العربي لجذب الطفل. وفعلا ما شاء الله يعني كل سنة الطلب عليها أعلى من السنة اللي فاتت. وأنت تكلمتوا قبل شوي عن كورونا، كانت سنة كورونا من أعلى السنوات، اللي من أعلى يعني سواء مبيعا أو انتشارا لدار هبة. يعني رجعوا الناس للأصل. يعني جلوسهم في البيت خلاهم يقتنون أكبر عدد من الكتب، أكبر عدد. شافوا التأثير السلبي للأجهزة، بما أن أطفالهم على طول على الأجهزة، شافوا كيف التأثير السلبي. صحيح. وازدياد تأخر النطق، ازدادت هذه طبعا. حتى الأخصائيات كثير يعني فيقولوا لها لما ما إذا ما راح تعطين طفلك الجهاز أنا بكمل معك، إذا أنت مستمرة معاه الجهاز ما راح أكمل معك. فتجينا تقول أنا يعني عندي كذا طفل، فوفرنا هذا المحتوى الجميل لجذب هذا الطفل، وفعلا وجدنا ذلك والعائد جميل بالنسبة للأطفال. يعني الحمد لله يعني أكيد حققنا هذا الهدف وإحنا من البداية. صحيح. ما كان هدف دار هبة هدف مادي بحت، لا، كان نشر المحتوى العربي الهادف ونشر ثقافة القراءة وجعل الكتاب في كل بيت وعند كل طفل. جميل. وهذا ما نسعى له، وإن شاء الله أن حققنا جزء كبير من، لأنه وصل لكل دول العالم، نشحن للمبتعثين في كل مكان، نأسس مكتبات خارج المملكة. يعني طلباتنا اليومية في كل مناطق المملكة والقرى والهجر اللي ما عندهم حتى يعني مكتبات. فعليا المشروع بحد ذاته كثير رائع، ترفيهي تعليمي تثقيفي، والكتب بحد ذات الناس اللي احترم صراحة الورق واحترم الكتب أكثر من الأجهزة الإلكترونية. أستاذة إيمان كثير كنا سعيدين بوجودك معنا اليوم، كنت أتمنى لك كل التوفيق. والله شكرا لاستضافتكم. هلا وسهلا. العافية. نورتينا. حياك الله. مشاهدينا بنطلع فاصل قصير من بعده نكمل باقي الفقرة. بعد الفاصل كيف يحدث غرق الأودية؟ وما هي الإسعافات الأولية التي يجب تقديمها للغريق؟